للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من أوتاوا السيد زهير الشاعر الكاتب والمحلل السياسي. نرحب بك معنا على شاشة الكوفية. كيف تابعت الضربات التي وجهها الحرس الثوري اليوم للاحتلال وإلى تل أبيب والقواعد العسكرية الإسرائيلية وفقا لما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ يعني في تقديري أن الضربات الإيرانية الصاروخية كان لها أثر بالغ على المخططات الإسرائيلية، خاصة بأنها استهدفت تقريبا جميع الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي أو الأراضي التي تحتلها إسرائيل بشكل عام، وبالتالي كانت هذه الضربات بمثابة رسالة رادعة لإسرائيل بعد نشوة الانتصار التي كان يشعر بها نتنياهو خلال الأيام الماضية، والتي يعني وصلت لحد دعوة المواطنين الإيرانيين للانقلاب على قيادتهم في إيران، وإعطاء الأوامر أيضا للمواطنين اللبنانيين بإخلاء يعني الكثير من المناطق في لبنان، قراهم ومدنهم، وبالتالي هذه الرسالة لربما جعلت أو خلقت نوع من التوازن في عملية الردع، وبالتالي كان هناك تأثير قوي ولربما صادم، بالرغم من أن الضربة الإيرانية حقيقة وبعيدا عن العواطف وبعيدا عن القراءات التي كثير من المحللين يعني رأوا فيها بأنها يعني بالغة القوة، إلا أنني أجد بأن الضربة الإيرانية الصاروخية كانت عملية منضبطة ولم تكن يعني تحمل رؤوس تدميرية كبيرة لتحدث دمارا هائلا يوازي الدمار الذي تمارسه إسرائيل في ضرباتها على يعني سواء في قطاع غزة أو حتى في لبنان، ولكن الرسالة كانت واضحة وقوية، وبأن يعني مفادها بأن إيران تستطيع الوصول إلى العمق الإسرائيلي وتستطيع أن تؤذي أو تضرب إسرائيل بقوة، وبالتالي كانت الرسالة يعني رسالة ردع واضحة، لذلك عملت أو خلقت حالة من الهلع داخل تل أبيب من ناحية، وأيضا نوع من التخبط. حتى اللحظة لم نسمع من إسرائيل إلا تهديد ووعيد وإعادة حسابات. طيب وبأنهم فيما يتعلق يعني كرروا الخطاب العربي الخطاب العربي المعهود. طيب بأننا ترد بالزمان والمكان يعني تفضل. طيب فيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية والدعوات للرد على إيران، كيف تتوقع هذا الرد وطبيعته في حقيقة الأمر؟ يعني في تقديري أن الرد الإسرائيلي سيكون أيضا يعني منضبطا ضمن المصالح التي أو ضمن الآليات التي تفرضها أو يفرضها حلفاء إسرائيل. يعني أيضا كانت هناك رسائل واضحة من بريطانيا ومن أمريكا بأنهم سيقفون إلى جانب إسرائيل، ولكن أيضا الولايات المتحدة عبرت من خلال تدخلها بهذه يعني بهذه الحالة، خاصة أنها أطلقت العديد من الصواريخ من طرفها لاعتراض الصواريخ الإيرانية، وبالتالي كانت الرسالة مفادها لربما تأديبية لنتنياهو بأن لا يبعد كثيرا وأن لا يذهب بعيدا بالسلوكيات الغير المنضبطة أو المنفلتة من طرفه، وبالتالي عليه أن يدرك بأنه بدون الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد له غطاء، وبأن حمايته الأساسية هي تأتي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عليه أن يدرك بأن لا يذهب بعيدا وأن يحافظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي في تقديري أن ما أفادت به إيران بأنها أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية وأبلغت روسيا قبل الضربة،
هذا يدلل على أن الضربة جاءت لربما في إطار إعادة رد الاعتبار لطهران من ناحية، ولربما الحفاظ على هيبتها ومنحها الفرصة في هذه الحدود. وبالتالي إسرائيل حتى اللحظة لربما أنها تبادر بالرد في عدة أماكن، ولكن في تقديري أنها تدرك جيدا بأنها إن ذهبت إلى طهران أو ضربت إيران فيعني ذلك فتح لربما أبواب ستكون بالغة التعقيد بالنسبة لإسرائيل. طيب أخيرا سيد زهير، باعتقادك إذن حديث البيت الأبيض والولايات المتحدة اليوم عن أنه الرد الإيراني لم يكن فعالا وبأنه فشل وبأنه لم يسقط أيا من المدنيين الإسرائيليين، هو محاولة لفتح مخرج لإسرائيل من أجل إثنائها عن رد متوقع؟ عمليا يعني الحرس الثوري الإيراني وإيران بشكل عام يعني حددوا أن الضربات جميعها كانت اتجاه أهداف عسكرية، ولم يشيروا إلى أنهم استهدفوا المدنيين الإسرائيليين، وبالتالي الأمر لم يكن يتعلق باستهداف يعني الشعب الإسرائيلي أو المدنيين الإسرائيليين، وإنما كانت الرسالة مفادها هي ردع نتنياهو من التمادي في خطواته أو العربدة التي يمارسها في المنطقة، وبالتالي يعني لربما أنه يحاول أن يعني يكمل يعني محاولاته في تقليم أظافر المقاومة في كل من لبنان وغزة والعراق، ولكن في تقديري بأن هذا الأمر أيضا لا زال محل شك بأنه ينجح، كون أن الأمور يعني اليوم اختلفت تماما، لذلك هناك ارتباك، وفي تقديري بأن الأمور لن تكون سهلة إلى بالنسبة لإسرائيل، ولربما أن يكون هناك يعني تغييرا دراماتيكيا، أو لربما أن يكون هناك ضربة من إسرائيل مغامرة أو مقامرة لتضرب المفاعل النووي الإيراني على المفاعلات النووية الإيرانية على سبيل المثال، ولكن أيضا إيران تهدد بأنها ستحرق الأخضر واليابس، وبالتالي ما فعلته إيران اليوم هو رسالة تحذيرية وقوية، بالرغم من أن الرؤوس التفجيرية التي كانت تحملها الصواريخ لم تؤدي أو لم تحدث ذلك الدمار في داخل إسرائيل حتى تحدث توازن الرعب الحقيقي أو تردع نتنياهو بشكل كبير، وإنما الرسالة وصلت، ولذلك في تقديري بأن إسرائيل أعادت أو تعمل على إعادة ترتيب أوراقها من جديد، وأعتقد أن بريطانيا وأمريكا سيكون لهما رأي في هذا الأمر قبل اتخاذ أي خطوة اتجاه طهران. السيد زهير الشاعر الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من أوتاوا، شكرا جزيلا لك.